بالمناسبه اللاعب اعرب عن سعادته بالانضمام للفريق وقال انه سعيد جدا بارتداء قميص النادي الاهلي، واكد انه متحمس للغايه لبدء مشواره في المشاركه في المباريات، وقال انه معجب بالاجواء الموجوده داخل النادي الاهلي، خصوصا ان الفريق بيضم العديد من الاسماء المميزه اللي هو شخصيا يعرفها من قبل كده من خلال مشاركته مع المنتخبات المختلفه في البطولات الخارجيه، وقال انه واجه بعضهم في بطوله كاس العالم 2019، قال انه سعيد بالتواجد وانه بيتمرن مع لعيبه كبار زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، وقال انه بشكل عام النادي الاهلي نادي كبير جدا وعريق جدا، وانه لمس يعني الوضع ده والحقيقه دي بشكل فعلي من اول ما انضم الى التدريبات، ويتمنى انه يحقق مع الفريق العديد من الالقاب ويفوز بكل البطولات اللي هيشاركوا فيها ان شاء الله الفتره اللي جايه.